مساء الخير تلاميذ، إن شاء الله تكونون بصحة وعافية. أهلا وسهلا بكم في سلسلة دروس الرياضيات في الصف الرابع الابتدائي. بداية مثل ما اتفقنا راح ناخذ اختبار بسيط عن قابلية القسمة. يلا يا أبطال، محضرين لفاتكم أمامكم. جد قابلية القسمة على 2 3 5 10 للعدد 30. يلا يا أبطال، أيد تشوفون 30 يقبل القسمة على 2، يقبل القسمة على 3، يقبل القسمة على 5، يقبل القسمة على 10. يلا يا أبطال، بدون ما تقسمون بس تكتبون هو يقبل القسمة على منو. أوكي، يلا ماما تلامي لكم دقيقة. أوكي، شوف 30 هل يقبل القسمة على 2 3 5 10؟ طبعا للعلم عادي، احنا مثل ما اتفقنا ذاك الدرس عادي انه يقبل القسمة على 2، يعني على 2 و3 مثلا. اوكي، بعد دقيقة راح أقول ترفع الأقلام. يا ريت البقية يفعلون كاميراتهم. يلا حبايبي، يلا ماما حينتهي الوقت، حينتهي الوقت تلاميذ، يرجى من حضراتكم ترك الأقلام. أوكي، نترك الأقلام وننتبه. حلينا كلنا؟ أوكي، حلينا كلنا. يلا يا يوسف قصي، هل العدد 30 يقبل القسمة على 2؟ الثاني إذا الآحاد مالتها زوجي، فالاثنان إذا مات الآحاد، إذا الرقم آحاد زوجي فيقبل القسمة على 2. نعم يقبل. إذا هل هو يقبل على 2 أم لا؟ يقبل سانسي، يعني صفر آحاد زوجي. شكراً جزيلاً. يقبل على الثالثة لو لا؟ حبيبي شكرا جزيلا. يلا يا سما، سما يلا يا سما، هل يقبل العدد 30 تقسيم على 3؟ نعم، لأنه 3 زائد 0 3، وثلاثة ناتج من 3 في 1. أحسنتي أحسنتي، إذا يقبل القسمة على 3. نشوف تلميذ آخر، محمد باقر. نعم تاسي. يقبل القسمة على 5؟ 3 من 5. 3 من 5؟ نعم يقبل. أنا دا أسألك يقبل لو ما يقبل؟ شنو قانون الخمسة؟ يقبل يقبل يقبل. ليش؟ قانون الخمسة يقول إذا كان أحد صفر أو أو 5. أحسن، شكرا جزيلا. زهرة، زهرة حيدر، زهرة حيدر وقفي على الطلب حبيبتي. يلا يا زهرة. أوكي، علي، علي صفاء. نعم شانسي. هل يقبل 30 القسمة على 10؟ يقبل، لأن قانون العشرة يقول إذا كان الآحاد صفر معناته يقبل. ممتاز، أحسنتم، شكرا جزيلا تلامير. إذا إحنا قلنا سابقا الأعداد الزوجية هي 0 2 4 6 8. من يكون عندي بالآحاد لأي عدد هذه الأعداد الزوجية فهو يقبل القسمة على شنو؟ 2. ممتاز. الأعداد الفردية هي 1 3 5 7 9. الأعداد الأولية هي
اثنان، ثلاثة، خمسة، احدى عشر، ثلاثة عشر، سبعة عشر، إلى آخره. هذه الأعداد الأولية من تجيني وحدها، مثلاً يجيني احدى عشر وحدة، هذا يقبل القسمة فقط على واحد وفقط على نفسه. أوكي؟ مرات يجيكم سبعة عشر وحدة، هذا يقبل القسمة على واحد وعلى نفسه فقط، ما يقبل القسمة على غيره. تمام؟ 11. أوكي؟ نتذكر بها الأعداد الأولية. بعد عندكم من يكون عدد قبل القسمة على اثنان أو عدد قبل القسمة على ثلاثة، هذول يقبلون القسمة على الستة. أوكي؟ من يجيكم عدد يقبل القسمة على اثنان ويقبل القسمة على ثلاثة أيضا، يعني يقبل مرة مثلا جت عدد يقبل القسمة على اثنان، إذا هذا يقبل القسمة على الستة، وعدد قبل القسمة على ثلاثة، إذا يقبل القسمة على الستة. أوكي؟ تمام؟ عرفتوا أنا شنو قلت؟ من تجيكم أعداد مثلا عندكم 14، هذه 14 مدام 4 زوجي، إذا يقبل القسمة على الاثنان. أوكي؟ ويقبل القسمة على الستة. عندكم هنا هو عدد صغير راح يبقى من عنده باقي. اللي يقبل القسمة على الثلاثة أيضاً راح يقبل القسمة على الستة. أوكي؟ لكن أعداد الصغيرة احتمال راح يكون هي باقي. من كل قاعدة شواذ. تمام؟ أوكي؟ خلينا ندخل بموضوعنا لهذا اليوم. ندخل في موضوعنا لهذا اليوم. يرجى من الجميع الانتباه جيدا، يعني ممكن راح اسوي لكم اختبار نهاية الدرس. يلا يا شمس محمد، ممكن تقرأين المثال؟ مرحبا شمسي. مرحبا حبيبتي. فكرة الدرس: اتعرف عوامل العدد ومضاعفات العدد. المفردات: عامل مضاعف. أتعلم شو تقول؟ أتعلم كيف يمكنك أن توزع ستة وردات على مزهريات. أحسنتي، شكرا جزيلا. إذا أنت يقول لنا هنا كيف يمكنك أن توزع ست وردات على مزهريات. أوكي، مثلا أنتوا هسه أمامكم ستة دفاتر وستة أقلام. اوكي، للي يحب وياي، للي يحب وياي يقدر انه عنده ستة دفاتر وستة اقلام مثلا، اللي يحب يقدر يفعل هذا النشاط وياي. هنا انا عندي ست وردات، عندي ست وردات، تمام، اريد اوزعها على المزهريات، راح اسوي لكل جزء فكرة معينة. اوكي، راح أقول بالأول مرة أنا مو عندي ست وردات، إذا راح أستخدم ست مزهريات، وبكل مزهرية راح أخلي وردة واحدة فقط. يعني أنا كم مزهرية استخدمت؟ استخدمت ستة. كم مزهرية استخدمت؟ ستة. بكل مزهرية كم وردة خليت؟ وردة واحدة، إذا ستة تقسيم واحد. ستة تقسيم واحد ايش قد يساوي إذا أني أسويها بهذا الشكل؟ ستة تقسيم واحد. ستة كم واحد بيها؟ بيها ستة، ستة في واحد ستة، بعدها راح أطرح ستة ناقص ستة صفر. إذا ستة تقسيم واحد ايش قد ناتجها؟ هي ستة، والباقي هو صفر. أوكي؟ تمام؟ الآن أريد أسوي غير أكتيفيتي. عندي راح استخدم ثلاث مزهريات. اوكي، راح استخدم ثلاث مزهريات، كل مزهرية كم وردة راح اخلي؟ راح اخلي اثنان فقط، وردتين راح اخلي. اذا ثلاث مزهريات، عندي ست وردات قسمتها على ثلاث مزهريات. اوكي، ست وردات قسمتها على كم مزهرية؟ على ثلاث مزهريات. كم مزهرية ايش قد صار عندكم؟ كم مزهرية ايش قد صار؟ صار اثنان. اجي بهذه الطريقة، راح اقول له ست وردات قسمتها على كم مزهرية؟ ثلاث مزهريات.
ستة كم ثلاثة بيها؟ بيها اثنان، اثنان في ثلاثة ستة، ستة ناقص ستة صفر. إذن الناتج شقد؟ الناتج اثنان. الآن عندي راح أستخدم مزهريتين، أوكي؟ راح أستخدم مزهريتين، بكل مزهرية كم وردة راح أخلي؟ راح أخلي ثلاثة، يعني معناها هنانة، معناها هنانة عندي ست وردات قسمتهم على كم مزهرية؟ على كم مزهرية؟ على اثنان. ست وردات قسمتهم على اثنان، أجي بهذه الطريقة أقول ستة تقسيم اثنان، الستة كم اثنان بيها؟ بيها ثلاثة، ثلاثة في اثنان ستة، أطرحها صفر، إذن الناتج ثلاثة، أوكي؟ أجي هنا عندي ست وردات بمزهرية واحدة، ست وردات بمزهرية واحدة، ستة تقسيم ستة، طبعاً هي هنا المفروض يكون ستة تقسيم ستة، وهنا ستة تقسيم واحد يساوي واحد، أوكي؟ هسه أريد أسألكم بهذا التقسيم اللي إحنا قسمناه، بهذا التقسيم اللي إحنا قسمناه، أكو باقي؟ الاختيارات التقسيم اللي قسمناه موجود، كان أكو باقي؟ ما كان عندي باقي، الباقي كله كان صفر. الستة كم على كم عدد قبلة التقسيم بدون باقي؟ على كم عدد الستة قبلة التقسيم بدون باقي؟ قبلة على اليمين، قبلة على الواحد بدون باقي، وبعد قبلة على الاثنان بدون باقي، قبلة على الثلاثة بدون باقي، وقبلة على نفسها بدون باقي. هذه الأعداد أسميها عوامل العدد ستة. هذه الأعداد اللي هي ستة قبلة التقسيم عليهم بدون باقي أسميها عوامل العدد ستة. فهمنا؟ فهمنا ماما؟ فهمنا من يقول لك جد؟ جد عوامل العدد ستة. الطريقة الأولى إنه أني آخذ الستة وأبدي أقسمها، أقسمها على يمين، أبدي أقسمها من واحد على اثنان على ثلاثة على أربعة على خمسة على ستة على سبعة على ثمانية على تسعة على عشرة. شو أسوي؟ أختبرها، أختبر ستة تقسيم واحد يصير بدون باقي؟ إذا يصير آخذ الواحد، أجي بعدها ستة تقسيم اثنان يصير بدون باقي؟ إذا يصير أجي آخذها، ستة تقسيم ثلاثة يصير بدون باقي؟ إذا يصير أجي آخذها، الستة تقسيم أربعة يصير بدون باقي؟ إذا صار بها باقي ما آخذها، ستة تقسيم خمسة يصير بدون باقي؟ يبقى بها باقي، إذا ما آخذها، ستة تقسيم ستة يصير بدون باقي؟ ما دام يصير اذا ايش اسوي؟ اخذها. ستة تقسيم سبعة ما يصير، ليش؟ يصير اني اقسم عدد كبير، عدد صغير على عدد كبير، الستة اصغر من السبعة فراح اتوقف، اوكي؟ لكن انتو حتختبرون من الواحد لحد العشرة، اوكي؟ من تجيكم غير اعداد، تمام؟ هذه الطريقة أسميها باستخدام القسمة، أسميها باستخدام القسمة، أني وجدت شنو؟ عوامل العدد ستة، تمام؟ شنو العامل؟ العامل هو العدد يقسم عدد آخر بدون باقي، يعني شلون هسه أني ستة من قسمتها على أعداد وما بقى باقي؟ هذه الأعداد هي العوامل. فهمنا تلاميذ؟ عرفنا شنو معنى العامل؟ عرفنا شنو معنى العامل؟ هذا العامل بطريقة استخدام القسمة. أكو طريقة أخرى، أكو طريقة أخرى، يقول لك تقدر تستخدم طريقة ثانية بدل القسمة، لكن فقط من عندك أعداد صغيرة، أوكي؟ من عندك أعداد صغيرة
تقدر تستخدم طريقة باستخدام الضرب. شنو يعني باستخدام الضرب؟ تلاميذ ماما يرجى الانتباه لأنه أمتحنكم. شنو يعني باستخدام الضرب؟ تلقى تقدر العامل، يعني معناها من أنت عندك عدد صغير، مثلا هنا جد عوامل الستة، الستة عدد صغير لو كبير؟ عدد صغير يعني مو بالمئات، تمام؟ مو بالمئات. من يكون عندي أعداد بالمئات أستخدم له القسمة فقط، ما ترهم علي طريقة الضرب. أوكي؟ ركزتوا بهذه الملاحظة لو لا؟ ماما ركزوا، ليش بتثاوبون؟ ضاعوا علي هنا، صحصحوا. اسمعوا الملاحظة، من يكون عندكم عدد بالمئات ما ترهم عليه طريقة استخدام الضرب، ترهم عليه فقط طريقة استخدام القسمة. أوكي؟ لإيجاد العامل. الآن عندكم ستة، باعوا لي. السؤال لكم، أنا ما راح أشرح بما إنما مركزين وياي. الستة تجينا ناتج ضرب منو منو؟ هذا يعتمد اعتماد كلي على حفظكم لجدول الضرب. السؤال لكم، الستة هي ناتج ضرب يا عدد ويا عدد؟ يلا حسن قيصر اللي حيشرح درجة. حسن قيصر في ثلاثة. ممتاز، عندك اثنان في ثلاثة، أحسنت. ثلاثة وثلاثة هاي راح أحصل ستة. شكرا جزيلا حبيبي. تلاميذ الولاية بعد عندكم عدد آخر ينطيكم ناتج الضرب، ينطيكم ستة. عدد كلش سهل، كلش سهل، المفروض تعرفوه. إذا أول مشترك ويانا حسن قيصر إلى درجة. بعد خلينا نشوف بعد منو حيقول؟ محمد علي. بعد ستة في واحد. ستة في واحد. أحسن، ستة في واحد. إذا عندكم بعد أعداد أخرى تنطيكم ناتج ضربها ستة؟ أكو أعداد أخرى ينطونا ناتج ضربها ستة؟ ماكو بعد، ما عندي بعد أعداد ينطيني ناتج ضربها ستة. عندي فقط تجيني الستة من ستة في واحد واثنان في ثلاثة. الآن العوامل شلون راح أعرفها؟ عوامل العدد ستة راح أقول له أي عددين ضربتهم في بعضهم وانطوك ناتج ستة، إذا ذول العددين اثنيناتهم هم عوامل. أنا هنا عندي ستة في واحد، إذا اثنيناتهم هم عوامل الستة. ليش؟ يصير آخذ الواحد وحدة، إذا أنا آخذ الوحدة إيش مدري إن أنا الواحد ضربه في شنو؟ احتمال ضربه في سبعة، ما انطانا ستة، مو صحيح؟ إذا مجبورين ناخذهم اثنينهم. أوكي؟ إذا أول عوامل عندي هو الواحد والستة. ضربت أنا الواحد والستة انطاني ستة. بعد من ضربت؟ ضربت الاثنان والثلاثة، ضربت اثنان في ثلاثة انطاني ستة، يصير اخذ الاثنان وحدها؟ اذا انا اخذ الاثنان وحدها معناها احتمال ضرب لي اياها في اربعة، اثنان في اربعة تنطيني غير عدد ما تنطيني ستة، فلازم اخذهم اثنينهم، تمام؟ اخذ الاثنان والثلاثة. عندي بعد عوامل اخرى؟ لا، بعد ما عندي عوامل أخرى. إذن عوامل العدد ستة هي الواحد، الاثنان، الثلاثة، الستة، تمام؟ هسه حناخذ مثال آخر، أجد عوامل عدد 14. 14، يلا يا أبطال السؤال إلكم، عن طريق جدول الضرب، عن طريق جدول الضرب، منو أضربه في منو ينطيني 14؟ علي صفاء. سانسي اثنين في سبعة. ممتاز، أحسنت، اثنان في سبعة، اثنان في
7 يساوي 14. بعد يا تلاميذ، بعد منو المفروض تركزون، راح تعرفون. فد اكو عدد دائما هو عامل دائما. حمودي يلا يا محمد حيدر. نعم سانسي، 1 في 14، الواحد هو العدد اللي يصير عامل دائما. ممتاز حسين، عندكم 14 في 1 يساوي 14، وعندكم 2 في 7 يساوي 14. إذن هنا إذا تركزون زين، من هو العامل اللي دا يتكرر وياهم كلهم؟ من العامل دي يتكرر وياهم كلهم؟ لاحظوا هنا عندكم الواحد، هنا عندكم واحد، دائما الواحد هو موجود عوامل جميع الأعداد، دائما العامل الواحد هو متواجد. من يقول لكم أريد مثلا عامل العدد 1241، أول عدد راح تفكرون به هو الواحد، الواحد هو من العوامل وبقية نكمل، أوكي؟ تمام؟ فهذه دائما حفظوها إنه عندكم الواحد هو عامل لجميع الأعداد. إذن هنا نرجع السؤال، عوامل الأعداد، عوامل العدد 14 هو منو؟ عبد الله أمجد، عوامل العدد 14. يعني أسوي العوامل ماتي؟ نعم، عوامل عدد 14. ننزل الـ14. ممتاز، وبعد 14 في منو ضربتها؟ 14 في 1 و4، لا 14 في 1، 1 في 14 و7 في 2. شكرا جزيلا، انطي مجال لغيرك حبيبي، عاشت ايدك. ناخذ ويانا تلميذ اخر، عباس. نعم شانسي. يا ابو الفضل عباس، بعد احنا قلنا 14 في 1 هذه عامل، بعد منو؟ شانسي 2 في 7. 2 في 7 ليش؟ لان يعني انطوني 14، 2 في 7. اذا هنا راح يكون عندي عوامل العدد 14 هو الواحد، الاثنان، السبعة، الاربعة عشر. تمام؟ اوكي؟ هذه باستخدام شنو؟ باستخدام الضرب. شفتوا ايش سهل باستخدام الضرب؟ كلش سهل، فقط انه انا اعرف هذا العدد هو جاي من ضرب منو في منو. زين، اذا اريد الان استخدم الاربعة عشر باستخدام القسمة، اوكي؟ رأساً راح أقول له دائماً أول ما تبدي قسمة راح تقول 14 تقسيم 1. أي عدد ينطيك إياه ويقول لك أريد باستخدام القسمة تجد العامل، شو راح تقول له؟ راح تقول له جملة القسمة العدد الناطق إياه، هنا ناطني 14، إذن 14 تقسيم 1، أوكي؟ حاجي أقول 14 تقسيم 1، إذا أرسم له أنا قسمة 14 تقسيم 1، 14 كم واحد بيها؟ أحمد جمعة، 14 كم واحد بيها؟ سانسة بيها 14 واحد. ممتاز، بيها 14 واحد. 14 في 14 يساوي 14، أجي أطرح 14 ناقص 14 صفر. مدام الباقي صفر، إذا الواحد ايش راح يكون؟ من عوامل عدد 14. بعد يا عدد الناتج هو هنا 14، يا عدد بعد آخر أقدر أقسمه بحيث ال 14 يقبل القسمة عليه. يلا يا أبطال، يلا يا حلوين، 14 بعد على منو تقبل القسمة؟ لا تنسون القسمة هي نفس الضرب. شمس محمد. نعم سامسي. 14 بعد برأيك على منو تقبل القسمة؟ 2 تقسيم 7. لا 2 تقسيم 7 ما ترهم، ما بيها 14،
أنا عندي 14 أقسمها على أعداد. تقسيم 2. أحسنتي، 14 تقسيم 2. راح أجي مثلاً أرسمها بهالطريقة، أقول 14 تقسيم 2، إيش قد بيها؟ بيها 7، 7 في 2 14. أجي أطرح 0 0، ما دام الباقي 0 إذا الاثنان آخذها شنو؟ من عوامل العدد 14. عامل من عوامل ال منو؟ ال 14. وأتذكر 14 شبيهة أحادها زوجي، إذا يقبل القسمة على 2. بعد يا تلاميذ، بعد، شكرا جزيلا شموسة. بعد 14 تقبل القسمة على منو؟ ماكو مشاركات؟ اللي اشتركوا يا ريت غيرهم يشتركون. دابعكم بالكاميرات، ما حد يرفع ايده. بعد سما في راسي، تركي الكتابة وانتبهوا ويانا. يلا يا سما، 14 تقسيم ايش قد بعد تقبل؟ تقبل 14 تقسيم 2 و 14 تقسيم على 2. 14 تقسيم 7. أنا هي قبلت القسمة على 2 وحتقبل القسمة على 7. 14 تقسيم 7 ايش قد بيها؟ بيها كم 7؟ بيها 2، تمام؟ وبدون باقي. إذا عوامل وبعد تقبل القسمة على نفسها. دائما الأعداد من تجيكم تقبل القسمة على 1 وتقبل القسمة على نفسها. 14 تقسيم 14 يساوي 1. هذه الأعداد اللي أنا اختاريتها جميعها كانت بدون باقي، إذا معناها راح آخذها هذه الأعداد، إيش أسميها؟ عوامل. إيش أسمي هذه الأعداد؟ عوامل. من هنا العوامل؟ الواحد، الاثنان، والسبعة، والأربعة عشر. تمام تلاميذ ماما؟ فهمنا؟ ليش أخذنا الأربعة عشر قبلة القسمة على الواحد؟ إذن آخذ الواحد. 14 قبلة القسمة على الاثنان، آخذ الاثنان. 14 قبلة القسمة على السبعة، آخذ السبعة. 14 قبلة القسمة على 14، إذن آخذ 14. إذن هذه هي عوامل عدد 14. فهمنا يا حلوين؟ فهمنا؟ يلا إذا فهمنا نتذكر العدد واحد هو عامل جميع الأعداد. أوكي؟ الواحد هو عامل لجميع الأعداد. راح نروح على المضاعفات. عرفنا شنو العامل، صح لو لا؟ العوامل عرفناها شنو؟ هسه خلينا نتعرف على المضاعفات. ركزوا وياي، المضاعفات جدا سهلة. ليش؟ المضاعفات هي ضرب، لكن من اللي أخذ اعتبره مضاعف؟ هو ناتج الضرب، تمام؟ هو ناتج الضرب. هسه يقول لك هنا أجد المضاعفات الخمسة الأولى للعدد 6. شنو يعني الخمسة الأولى للعدد 6؟ يعني معناها 6 في 1، 6 في 2، 6 في 3، 6 في 4، 6 في 5. شنو معنى المضاعفات الخمسة الأولى؟ احتمال يقول لك المضاعفات الأربعة الأولى، يعني 1، 2، 3، 4، تضرب الستة بيهم. مرات يقول لك مضاعفات الستة الأولى، يعني 1، 2، 3، 4، 5، 6. أوكي؟ هذه معنى المضاعفات الخمسة الأولى أو المضاعفات الستة الأولى. هسه أجي على الحل، شلون راح أحل؟ راح أقول له راح تبدأ بجدول الضرب. 6 في 1، 6، 6 في 2، 12، 6 في 3، 18، 6 في 4، 24، 6 في 5، 30. هسه المضاعفات منو؟ أنا هسه سويت جدول الضرب وتوقفت، لأن هو دا يقول الخمسة الأولى، إذا أتوقف. المضاعفات منو؟
المضاعفات هي الناتج، المضاعفات هي الناتج. يلا منو حيقولي بما أني أنا قلت المضاعفات هي الناتج؟ إذا منو؟ مضاعفات العدد ستة هي الستة، 12، 18، 24، 30 فقط. تمام؟ أوكي؟ إذا من يقولي مضاعفات، المضاعفات هي ناتج جدول الضرب. هنا طلب الستة يعني ناتج جدول ضرب الستة، بس أعرف لازم وين أتوقف. أتوقف من يقول الخمسة الأولى، أتوقف لحد الخمسة. فهمنا شنو يعني المضاعفات؟ يعني معناه هو العدد دي يتضاعف، الستة دي تتضاعف باعوا. ستة إذا أزيدها ستة يصير 12، 12 أزيدها ستة يصير 18، العدد دي يتضاعف. فهمنا؟ إذا المضاعفات هي نواتج جدول الضرب. إذا راح نروح على أتأكد، ونبدأ بالبداية دي يقول لي أجد عوامل كل من الأعداد التالية. الأربعة مثل ما اتفقنا، من يكون عندي أعداد صغيرة أستخدم جدول الضرب، ومن يكون عندي أعداد كبيرة أستخدم القسمة. أوكي؟ عرفنا؟ يلا هنبدأ بمشاركة الجميع، هنبدأ بمشاركة الجميع. نبدأ مع تلاميذ، خليني أشوفكم أول شيء. يلا يا حيدرة، حيدرة أريد من عندك عوامل العدد أربعة باستخدام الضرب. أربعة في واحد أربعة، واثنين في اثنين أربعة. ممتاز، أحسنت. أربعة، أقول نعتن، أقول الأربعة هي من وين جاية؟ من ضرب منو منو؟ جاية من ضرب أربعة في واحد، جاية من اثنان في اثنان. إذا العوامل هي منو العوامل؟ الواحد والثنين. لعد الواحد أنت بمن ضربتها؟ بالأربعة. إذا هم أخذها، إذا أخذت الواحد وحده أنا شو معرفني هو ضرب الواحد في شقد؟ نعم. لازم أخذ جملة الضرب كلها. إذا العوامل نعم. هي أربعة والواحد و... أربعة واحد واثنين. الاثنان يصير أخذ الاثنين هن؟ لا، واحدة بالعوامل. بالعوامل أو المضاعفات ماما ما يصير تأخذون المكرر العدد، تأخذون يتكرر عندكم العدد، تأخذون عدد واحد فقط من عنده. أوكي؟ شكرا جزيلا. يلا يا عباس هيثم تفضل. نعم شانشي. يلا باستخدام الضرب أريدك تعرف الخمسة هي شنو عواملها؟ يعني الخمسة من جاية؟ ضرب منو منو؟ من واحد في خمسة. أحسنت، من خمسة في واحد. أكو بعد عدد آخر بين من الخمسة؟ لا ماكو. إذا راح أتوقف، واحد في خمسة خمسة. إذا عوامل عدد خمسة هي شنو؟ خمسة في واحد، واحد في خمسة. أنا يعني راح أكتب له واحد في خمسة، لو شو أكتب له؟ يا صصي أكتب له واحد فاصلة خمسة. واحد فاصلة وخمسة. تمام؟ أوكي؟ شكرا جزيلا. يلا ناخذ تلميذ آخر. يلا يا سيف، سيف الفكار. نعم تنسي. يلا يا سيف، التسعة شنو عواملها؟ شو راح أقول؟ التسعة عواملها؟ التسعة تجيني ضرب منهم في منو؟ التسعة تنضرب في ال... مو هي تنضرب حبيبي، هي ناتج. راح أقول له التسعة جايتني من ضرب يا عدد ويا عدد ينطيني تسعة. في الثلاثة؟ ثلاثة في؟ ثلاثة في ثلاثة؟ ممتاز، وبعد؟ ثلاثة في واحد؟ لا، ثلاثة في واحد ثلاثة. أحسن، تسعة في واحد وثلاثة في ثلاثة. عندك بعد عدد آخر ينطيك تسعة؟ لا ماكو. إذا عوامل العدد تسعة هي شنو؟
الواحد والثلاثة. الواحد الواحد والثلاثة. واحد. زي أنت الواحد ضربت لك واحد والتسعة. واحد والثلاثة والتسعة. أحسن. الواحد والثلاثة والتسعة. أحسن. شكرا جزيلا سيف. يلا شكرا ناخد على المشاركة. هلا حبيبي. ناخد تلميذ آخر. يلا ناخد تلميذ آخر. زهراء. زهراء حيدر. يلا يا زهورة وافقة على الطلب. نعم سانسي. يلا يا زهراء 21. سانسي ماكو صوت. زهراء تسمعيني ماما؟ 21. زهراء اعتقد اكو خلل بالنت يمج. زهراء حاولي تقعدين في مكان اخر وارجع لك مره اخرى. ميار. ميار انس سألت ايش طلب حبيبتي. اوكي يلا يا ميار. نعم سانسي. 21. ميار ويانا. 21. نعم. 3 7. أحسنتي. واحد شيء. 21. أحسنتي. إحنا دائما اتفقنا الواحد هو عامل لكل الأعداد. إذا 21 في 7 يمكن 21 و3 في 7. عندك عدد آخر؟ ميار أكو عدد آخر ينطيني 21؟ أوكي. لا سانسي. تمام. نتيجة ضعيف ميار. إذا عوامل العدد 7 هي العوامل عدد 21 هي لا الواحد والثلاثة والسبعة والواحد وعشرون. شكرا جزيلا ميار. يلا يا مريم محمد. نعم سانسي. يلا يا مريم 25. 25 في 1 و5 في 5. أحسنتي. 25 في 1 و5 في 5. أكو عدد آخر ينطينا؟ لا. إذا عوامل عدد 25 هي 25. أحسنتي. والواحد وبعد والخمسة. والخمسة آخذ 5 وحدة ما يصير آخذ 2. تمام تلاميذ ماما فهمنا. هذه من يكون عندكم أعداد صغيرة تستخدمون الضرب. إذا عندكم عدد كبير مثلاً 108. إذا عندنا عدد كبير 108. يلا يا محمد حيدر. نعم سانسي. نسوي القسمة. ممتاز. مباشرة استخدم القسمة. إذا أبدي أقسم يا أعداد. يا أعداد. أقول 108 دائماً راح يكون وين المقسوم. ممن أبدأ الأعداد؟ شو اتفقنا إحنا؟ واحد. أختبره بعد واحد وبعد؟ اثنان. بعد؟ ثلاثة. وأربعة. وخمسة. أفضل إلى؟ العشرة. إذن تلاميذ حبايبي انتبهوا رجاءً. هنا من يكون عندكم عدد في المئات، ما دام عدد عندي بالمئات لازم استخدم القسمه، ما يصير استخدم الضرب لان يكون صعبه. اوكي لازم قسمه. زين قسمه شنو؟ راح اختبر 108 على الاعداد من 1 لحد 10. حبدا اقسم 108 تقسيم 1. 108 تقسيم 1 108 وبعدين 108 في 1 108 بعدين يصير 108 ناقص 108 يساوي 0. صفر. ما دام الباقي هو صفر اذا اعتبر يعني يصير اعتبر الواحد من عوامل العدد 108. شكرا جزيلا. يلا ناخذ تلميذ اخر. يلا يا ريماس محمد. ريماس أهلا سانسي. يا حبيبتي ريماس احنا اختبرنا على الواحد، هسه احنا حنشخط الواحد، هسه على منو نختبر؟ الثنين.
على الاثنان. اذا راح اقول لك تلاميذ انتم من يجيكم هيك السؤال تقدرون تمسحون وتحلون مرة ثانية. هسه راح اخذ 108 تقسيم 2. 1 تقسيم 2 يصير؟ لا. اذا 10 تقسيم 2، 10 كم 2 بيها؟ 2 ضرب 2 2 في 10؟ 10 كم 2 بيها؟ 5. 5 في 2. 5 في 2. 5 في 2 ريماس 10. إذا بعدها راح أطرح 10 ناقص 10 0. 0. إذا راح أنزل منه 8. أنزل 8. شكرا جزيلا ريماس. 8. 8 كم 2 بيها؟ هما وافق على الطلب ماما. هما الثمانية كم إثنان بيها؟ ثمانية؟ نعم. ثلاثة سانسي؟ ثلاثة في إثنان. خمس. ثلاثة في إثنان ستة. إذا ما تصير منو بعد؟ ما يصير. أربعة في إثنان ثمانية يعني أربعة. أربعة. أربعة في إثنان يتساوي ثمانية. ثمانية يصير صفر. يصير صفر ما دام الباقي صفر. إذا إثنان أعتبرها شنو؟ من العوامل. أعتبرها من العوامل. أنزلها ماما. تلاميذ من أجي يعني أنزل هنا العوامل. شو راح أنزل؟ أنزل المقسوم عليه وناتج القسمة مباشرة. أنزل مدام 108 قبلة القسمة على 1 أنزل 1 و108. هنا 108 قبلة القسمة على 2 أنزل ناتج القسمة. شقد عندي؟ 54. واللي مقسوم عليه هو 2. أنزل 2 و54. تمام؟ يعني ما ننزل فقط المقسوم عليه، أنزل ناتج القسمة وياه. ليش؟ لأنه 2 في 54 تنطيني 108. يلا شكرا جزيلا همام. ناخذ ريماس. عفوا سانسي. ريماس حسام. تلاميذ ماما وقفوا على الطلب. ناخذ تلميذ آخر. سما. سما حيدر. نعم سانسي. يلا يا سما، بما أن احنا الإثنان خلصناها راح نروح على الثلاثة. حنقسم 100. نعم حبيبتي. سانسي أنا هستوني دخلت المحاضرة. أوكي لعد ابقوا ويانا تمام حتى تفهمين الدرس. أوكي يلا ناخذ عبد الله أمير. عبد الله. نعم يا عبد الله. كملنا من الإثنان، هسه على من نروح؟ على الثلاثة. على الثلاثة. إذا 108 تقسيم 3. 1 تقسيم 3 يصير؟ 1 تقسيم 3 ما يصير. إذا 10 تقسيم 3، 10 كم 3 بيها؟ منو قريب؟ 3 بيها. 3. 3 في 3 9. 9. 10 ناقص 9 1. 1. إذا راح أنزل منو يمه؟ 8. 8. 18 تقسيم 3. 18. نعم. تقسيم 3. تقسيم 3. 18 كم 3 بيها؟ منو أضربه في 3 ينطيني 18؟ ستة في 3. ستة. نعم. في 3 18. ماما حفظ جدول الضرب. 6 في 3 18. أجي أطرح 18 ناقص 18 0. إذا الثلاثة أعتبرها من العوامل لو ما أعتبرها؟ أعتبرها.
ليش؟ لأن الباقي شقد؟ 36. الباقي صفر. مدام الباقي صفر، إذن الثلاثة اعتبرها من العوامل، آخذ الثلاثة مع 36. أوكي؟ الثلاثة ليش؟ لأنه من أجي أضرب 3 × 36 ينطيني 108، فلازم آخذهم اثنينهم، ناتج القسمة والمقسوم عليه. شكراً جزيلاً. ناخذ تلميذ آخر. يلا ناخذ تلميذ آخر، نشوف التلاميذ الموجودين. جعفر محمد. يا جعفر كملنا من الثلاثة، هسه على من نروح؟ على أربعة. على الأربعة، إذا راح نقول 108 تقسيم 4. 108 تقسيم 4 إيش معنى؟ 1 تقسيم 4 ما يصير، فراح يصير 10 تقسيم 4. 10 تقسيم 4؟ لا، شو واحد؟ 10 تقسيم 4 كل واحد ياخذ ليش؟ ال 10 كم 4 بيها؟ 10 كم 4 بيها؟ ايه 2. اثنان، احسنت. 2 في 4، 2 في 4 8. 8 10 ناقص 8 10 2 2 انزل 8. 28 كم 4 بيها؟ 28 كم 4 بيها؟ نعم، 4 في شقد تعطي 28. 4 في شقد تعطي 28 7. أحسن، 7 في 4 28. أجي أطرحهم 28 ناقص 28 0. لأن الأربعة أعتبرها من العوامل لو ما أعتبرها. إيه. إذا الأربعة آخذ وآخذ منه. الأربعة آخذها. مع. مع 6. مع 27 حبيبي. ليش؟ لأن أنا هسه من أجي أضرب 4 في 27 شو حينطيني؟ حينطيني 108. إذا آخذ ناتج القسمة وآخذ المقسوم عليه. شكرا جزيلا. يلا ناخذ تلميذ آخر، ويا ريت التلاميذ اللي أرسل له طلب مباشرة يوافق على الطلب ومباشرة يشارك ويانا بصورة سريعة. يلا يا حسون، إحنا كملنا من الأربعة، هسه شنو ناخذ؟ ناخذ الخمسة. زين، الخمسة حتقبل عليها القسمة 108 عن طريق قابلية القسمة، تقبل لو ما تقبل؟ ما تقبل. ليش؟ لأن الآحاد شبيه؟ الآحاد الثمانية، أنا مو عندي الآحاد هي ثمانية؟ إي ثمانية. تقبل القسمة على الخمسة؟ إحنا شو اتفقنا؟ لا. شو اتفقنا؟ إحنا الخمسة من يقبل القسمة عليها؟ من ومنو؟ الخمسة والصفر. الخمسة والصفر، إذا مباشرة راح أقول 108 ما راح تقبل القسمة على الخمسة، لأن أحادها لا صفر ولا خمسة، إذا أختار منه؟ أختار الستة. يلا، 108 تقسيم 6. 10 تقسيم 6. 2. 2 في 6 12. فما راح يصير. إذا العشرة كم ستة بيها؟ العشرة كم بيها ستة؟ اثنين وحدة صحيح؟ هاي العشرة بيدك، كم ستة بيها؟ بيها ستة وحدة، إذا واحد في ستة ستة، عشرة ناقص ستة هاي عشرة بيدك ناقصها ستة أربعة، أنزل الثمانية، 48 تقسيم 6. 48 تقسيم 6؟ نعم. ثمانية وأربعون تقسيم 6 بها 8، 8 في 6 48، أجي أطرح 48 ناقص 48 حيكون عندي 0. مدام باقي القسمة صفر، إذا آخذ ناتج القسمة والمقسوم عليه. الستة والثمانية عشر. تلاميذ رجاءً حفظوا جدول الضرب. شكراً حسوني. يلا يا حسن حيدر. نعم.
حسن حيدر، هاي حصر ثاني محاضرة، أرسل لك طلب أنت متوافق عليها. السلام عليكم ست. عليكم السلام حسوني، حسوني رجاءً. ثاني محاضرة أنت تكون مطفية كاميرتك. يلا كملنا من الستة، إيش حناخذ؟ حناخذ السبعة، 108 تقسيم سبعة. أوكي ست، 108 واحد تقسيم سبعة ما يصير، حصر عشرة تقسيم سبعة. حصر عشرة تقسيم سبعة ناتج يصير ثلاثة. واحد في سبعة، سبعة عشرة ناقص سبعة ثلاثة، مو ناتج ثلاثة ماما، لازم تعرف الباء هنا ناتج القسمة جديد، تمام؟ يلا 38 تقسيم سبعة. 38 أقسمها على سبعة. منو قريب إلها؟ الستة، ستة في سبعة. ستة في سبعة شو اسمه ست؟ ستة في سبعة خمسة وثلاثون. 38 ناقص 35 يساوي ثلاثة. ثلاثة، إذن هنا ثلاثة تقبل القسمة على السبعة؟ لا. تلاميذ انتبهوا، ما دام هنا بقى باقي، إذن السبعة ما راح تعتبر من عوامل العدد 108. ليش؟ لأنه بقى باقي. إذن راح السبعة أشطبها وراح أروح على الثمانية. شكراً يا حسن. نروح على ستة في سبعة يساوي 42. ستة في سبعة يساوي 42. تمام. إذا معناه هنا الخطأ عندي هنا خمسة. خمسة في سبعة. أوكي. شكراً جزيلاً. سما. شكراً جزيلاً سما. سما يلا اشتركي ويانا. حناخذ 100. نعم لا ماما انت 108 تقسيم 8. ما حيدا واحد واحد تقسيم 8 يصير راح ناخذ الصفر راح تصير 10. 10 تقسيم 8 واحد. واحد في 8 8. احسن 8 8 صفر قصدي 8 ناقص 7 6 نزل الصفر و8 ناقص 1 7. اذا 28 تقسيم 8. 28 قريبة لها هي 3. 3 في 8 3 24. 24 28 ناقص 24 8 ناقص 4 4 2 ناقص 2 0. ما دام بقى باقي إذن 8 ما راح نعتبرها من العوامل، تمام؟ شكرا جزيلا يا سما. ناخذ تلميذ آخر، نشخط 8 ناخذ تلميذ آخر. تلاميذ الموجودين زينب مثنى، يلا يا زينب. زينب مثنى وافقي على الطلب؟ اوكي ناخذ يا محمد. يلا يا محمد سانسي. يلا 108 تقسيم 9. 108 تقسيم 9 راح نشوف هاي العشرة ايش كم 9 بيها. بيها 1. 1 في 9 يساوي 9. 10 ناقصا 9 يساوي 1. أنزل الثمانية. أنزل الثمانية. 18 إيش كم تسعة بيها؟ بيها 2. 2 في 9 يساوي 18. 18 ناقص 18 يساوي 0. ممتاز. إذا هنا التسعة قبلت القسمة 108 قبلت القسمة على التسعة؟ قبلت لأنه ما لأن الباقي صفر مو واحد له. إذن راح آخذ التسعة والاثنى عشر من العوامل. هسه هنا حسألكم سؤال، المية وثمانية تقبل القسمة على العشرة
أروح أشوف الآحاد، آحادها مو صفر، إذا ما راح تقبل القسمة على العشرة، إذا لهنا أتوقف. إذا العوامل عدد ثمانية، 108 هو الواحد، 108 الاثنان، 54 الثلاثة، 36 أربعة، 27 ستة، 18 تسعة، و12 تمام تلاميذ؟ أوكي؟ ليش إحنا اختارينا طريقة التقسيم؟ لأنه هنا العدد متكون من شنو؟ متكون من مرتبة كبيرة، من مئات، أوكي؟ راح ناخذ المثال اللي بعده حتى ننهي الدرس، تمام؟ ناخذ المثال اللي بعده وننهي الدرس. عدد مضاعفات الأعداد الخمسة الأعداد الآتية. هنا لما دام يقول لي الخمسة، إذا معناها رأساً راح أقول له راح تضرب هذه الأعداد، تضربها في الواحد، في الاثنان، في الثلاثة، في الأربعة، في الخمسة. ليش؟ لأن ده يقول لي هو فقط أني أريد خمس مضاعفات، إذا تضربهم في هذه فقط. أوكي؟ تمام تلاميذ؟ أوكي؟ إذا لهنا هناخذ ويانا، ناخذ ويانا تلميذ آخر، لأن أعتقد الوقت انتهى. حيدرة؟ نعم سانسي. حيدرة كم الساعة يمك؟ الساعة دقيقة، ساعة بثلاثة وأربعة وأربعون. ثلاثة وأربعة وأربعون، تمام. عندنا بعد دقيقة. يلا يا حيدرة، عندنا هنا مضاعفات عدد ثلاثة أريد، شلون راح تحل؟ مضاعفات العدد ثلاثة؟ نعم. ايش راح نسوي؟ احنا شو اتفقنا تلاميذ؟ خليني انا احلكم اول واحد. اتفقنا انه بالمضاعفات معناها اضرب الثلاثة، هنا مو عندي ثلاثة، اضرب الثلاثة في جدول الضرب، جدولها الضرب الطبيعي. المضاعف هو الناتج، يعني اضرب اجي ثلاثة في واحد، هاي على جهة، هاي على جهة، ما اريد تكون هنا، هاي للتوضيح فقط، فقط اريد اوضحها لكم. ثلاثة في واحد ثلاثة، إذا أول مضاعف هو الثلاثة. أجي بعد ثلاثة في اثنان ستة، ثاني مضاعف هو الستة. ثلاثة في ثلاثة تسعة، إذا ثالث مضاعف هو التسعة. ثلاثة في أربعة هو اثنا عشر، إذا رابع مضاعف هو الاثنا عشر. وخامس مضاعف إن هو دي يقول لي أريد خمسة فقط، ثلاثة في خمسة خمسة عشر، تمام. إذا خامس مضاعف هو 15، تمام؟ فهمنا؟ نعم. يلا يا حيدر الثمانية. نعم. ثمانية في واحد ثمانية. ثمانية في اثنان ستة عشر. ثمانية في ثلاثة واحد وعشرون. ثمانية في أربعة ثمانية وعشرون. ثمانية في خمسة خمسة وثلاثون. ثمانية في ثلاثة أربعة وعشرون. ثمانية في أربعة اثنان وثلاثون. وثمانية في خمسة يساوي 40، تمام؟ شكرا جزيلا. يلا ناخذ تلميذ آخر، ناخذ تلميذ آخر. شكرا على المشاركة. أوكي، شكرا جزيلا. مصطفى، يلا يا مصطفى. مصطفى أريد من عندك، أريد من عندك مضاعفات العدد 10. يلا شو راح تسوي؟ مضاعفات العشرة ست؟ نعم. يلا شو اتفقنا احنا؟ المضاعفات هي شنو؟ هي ناتج ضرب، يعني معناها هنا راح ناخذ ناتج ضرب جدول العشرة. نبدأ، عشرة في واحد عشرة في واحد عشرة. نعم، كمل. عشرة في اثنين عشرين، عشرة في ثلاثة ثلاثين، عشرة في عشرة في أربعة أربعون، عشرة في عشرة في خمسة خمسون. إذن هنا من المضاعفات، المضاعفات هي عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون. أوكي؟ شكرا جزيلا يا مصطفى. ناخذ تلميذ آخر، عبد الله سامر. عبد الله سامر. نعم سانسي. يلا يا عبد الله، مضاعفات العدد 11. عبد الله ويانا؟ نعم نعم.
يلا 11 شلون راح تضرب لي اياها؟ 11 في 1. احسن. ايش يساوي 11؟ ماما اسرع. 11 في 2 و11 في 2 يساوي 22. يساوي 22. شكرا جزيلا ينبع. شكرا جزيلا ماما. نعم. انتبهي انا. يلا يا ينبع كملي الحل. نعم. لحظة. 11 في 11 في 3 3 وثلاثون. أحسنتي أكملي. 11 في 3 أربعة وأربعون. شكرا جزيلا يا ينبع. يلا يا علي وليد. علي وليد. نعم جد. يلا يا علي وين وصلنا؟ 11 في شقد؟ 11 في 5 55. إذا شو من المضاعفات ال 11؟ 11 وال 22 وال 33 وال 44 وال 55. إذا تلاميذ ماما شكرا جزيلا فهمتوا حبايبي؟ عرفنا شنو يعني المضاعفات؟ المضاعفات فقط جدول للضرب. من يحدد لك؟ هو بالسؤال يقول لك، بالسؤال يريد من عندك خمس مضاعفات، إذا آخذ جدول الضرب لحد الخمسة. يعني مثلا هنا عندكم الثمانية أضرب من ثمانية في واحد لحد ثمانية في خمسة، العشرة من عشرة في واحد لحد عشرة في خمسة. أوكي تلاميذ ماما هنا ينتهي الدرس. جدا أشكركم على حسن الاستماع وحسن الجلوس وحسن المشاركة. اللي مطلوب من عندكم الواجب هو تكملة حل أتأكد والنشاط. تمام تكملة حل أتأكد والنشاط. شكرا جزيلا تلاميذ، إلى اللقاء.